السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا على أوسع نطاق في دولة ساحل العاج غضبا من امرأة جزائرية سمينة ومسترجلة أساءت لهذا البلد المضياف وقالت أنهم بلد فقير جدا. هذه المرأة والتي تشبه الرجال كثيرا وهي في ضيافة هذا البلد راحت تبحث عن المشاكل وتتنمر على خلق الله فقط لترضي بعض الأطراف، وأصبح القبض عليها وطردها من كوديفور مطلب شعبي هناك، كما وطلب ناشط جزائري من السلطات الوصية الجزائرية إلى ضرورة ترحيل هذه المرأة فورا إلى الجزائر ومحاسبتها لتكون عبرة لمن يعتبر